أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. دولة الإمارات الشقيقة تحتفل بذكرى يومها الوطني 51. الدعم الإماراتي لليمن قطار خير لا يعرف التوقف. وأبناء وادي حضرموت وشبوة يحتفلون بعيد الاستقلال المجيد واليوم الوطني الإماراتي. إذن مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة باحتفالات الأشقاء في دولة الإمارات بيومهم الوطني 51. إذن بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد 51 لبلاده. وعرب العليمي باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهاني وتمنياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الإماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالنهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي تشهدها الإمارات وبمواقفها المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف الظروف والمحافل الإقليمية والدولية. هذا وتحتفل دولة الإمارات الشقيقة بذكرى اليوم الوطني الإماراتي 51، وهو اليوم الذي يوثق ذكرى اتحاد الإمارات وإعلان قيام الدولة في 2 ديسمبر عام 1971. وبهذه المناسبة أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن بلاده مرت خلال الأعوام 50 الماضية بمراحل عديدة في رحلتها الناجحة من التأسيس إلى التمكين. في 2 ديسمبر عام 1971 تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان التاريخ على موعد مع حدث عظيم سيكون له ما بعده. بدأت الأحداث في التسارع، فالقائد المؤسس زايد رحمه الله يرى الإنسان محورا تنمويا لا يعيق المستحيل حركة دورته الإنتاجية، رؤية ترجمتها فلسفة بناء الأجيال، وهو ما يتطلب تهيئة بنية تحتية تعليمية قائمة على منهج تربوي يحترم المنظومة القيمية والدينية ذات الخصوصية العربية والإسلامية. وبما أن التعليم يتطلب نوعا من المواكبة لمتطلبات العصر، لم يغفل القادة وأصحاب القرار ضرورة اقتناء وسائل النظم والبرامج العلمية والمعلوماتية، حتى وصلت الدولة الإماراتية إلى مرحلة الحوكمة الذكية في سابقة من نوعها في العالم العربي. النهضة العلمية والرقمية واكبتها نظيرتها في مجال الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية، حيث يعد قطار الاتحاد نموذجا حيا يترجم المستوى المتقدم للنهضة في هذا المجال. وفي الجانب الصحي، تمتلك الدولة منظومة صحية قوية، سواء على مستوى تكوين وتأهيل الكادر الصحي أو اقتنائه، أو على مستوى المشافي والمستوصفات ذات القدرة الاستيعابية الكبيرة والجاهزية العالية، ناهيك عن الشراكة والتوأمة بينها وبين شركائها العالميين في مختلف الاختصاصات الطبية. وعلى المستوى العسكري والأمني، فقد حجزت الإمارات لنفسها موقع الريادة في المجالين العسكري والأمني. ففي المجال العسكري تملك الدولة أحدث منظومات الدفاع الجوي وآليات المراقبة الإقليمية وأنظمة الإنذار المبكر، هذا طبعا بالإضافة إلى جيشها النظامي الذي يعتبر من أكثر جيوش المنطقة تطورا وكفاءة. وأما في الجانب الأمني، فقد حازت الدولة على العديد من الجوائز العالمية والألقاب الدولية فيما بات يعرف بالأمن السيبراني ورقمنة الخدمات وأجهزة المراقبة وآليات الاستباق ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والعابرة للحدود. هذا التطور الخدمي والأمني
جعل من دولة الإمارات قبلة للمستثمرين ومكانا آمنا لتنظيم المؤتمرات والتظاهرات الدولية ذات الصلة، والتي كان آخرها معرض إكسبو الدولي وغيره من التظاهرات الدولية. إنها باختصار شديد ثمرة جهود المؤسسين للاتحاد التاريخي الذي نعيش ذكراه العطرة ونعانق التاريخ ونحتفل بعظمة الجغرافيا في دولة الإمارات العربية المتحدة. قالت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لمديريات وادي حضرموت ان قوات المنطقة العسكرية الاولى تمردت على مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بحضرموت، حيث اصدرت اوامر لجنرالاتها بمنع الحفل الخطابي والفني الذي من المقرر ان يتم تنظيمه مساء اليوم بمناسبة اليوم الوطني لدولة الامارات. وقالت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديريات وادي وصحراء حضرموت أن الفعالية ستتم في قلب مدينة سيئون، وستتحول إلى انتفاضة شعبية غارمة إذا أصر جنرالات المنطقة على منع الفعالية. ومن جهتهم أدان شباب الغضب بوادي حضرموت ممارسات المنطقة العسكرية الأولى وتحويلها إلى مكان إقامة الفعالية إلى ثكنة عسكرية داعية إلى الانتفاضة والزحف لمديرية سيئون. لمناقشة هذا الموضوع انضم إلينا مراسلنا محمد باحفين، وهو مراسل الغد المشرق من سيئون. محمد، يعني لو تطلعنا على تفاصيل أكثر، ما الذي حدث بالضبط؟ نعم، منذ الصباح الباكر وأطقم المنطقة العسكرية الأولى داهمت الصالة الرياضية، صالة معبد بمدينة سيئون، الصالة التي من المفترض أن تقوم فيها الفعالية الاحتفالية بمناسبة عيد الاستغلال 30 نوفمبر، وأيضا بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي 51. تفاجأ العاملين في الصالة من المحضرين والمجهزين الذين يقومون باستعدادات الصالة بالأطقم العسكرية المتجهة إليهم، والتي قادتهم بالقوة تحت التهديد إلى خارج الصالة، وقاموا بإغلاقها ومنع أي من كان دخولها أو التفاوض معهم في هذا الشأن. هناك أوامر، يقولون إن أوامر عليا بإيقاف الاحتفال تحت التهديد، لكن لم تصدر أي أوامر من الجهات الرسمية بحكم أن الاحتفالية مصرحة من قيادة السلطة المحلية، لكن هناك أنباء أن قوات أبو عوجة هي التي تتصدر المشهد وتحاول أن تعيق إقامة هذا الاحتفال، وهو احتفال سلمي بمناسبات وطنية عزيزة وغالية على كل الشعوب العربية وأيضا الشعب الجنوبي والشعب الحضرمي. هناك العشرات من الأطقم المنتشرة ومحاصرة الصالة، وكذا وإقامة انتشار وهناك انتشار أمني في على مداخل مدينة سيئون ومخارجها، وأيضا داخل المدن من أي تحركات أو زحف شعبي، بحيث أن المتجهين إلى الصالة للمشاركة في الحفل عدد من القادمين من خارج سيئون تم إيقافهم واحتجازهم عند النقطة ووقفوا مرورهم من النقاط العسكرية، وإلى الآن الوضع محتقن في مدينة سيئون، وفي أي لحظة قد يكون هناك انصدام، بحيث ان الهيئه التنفيذيه المجلس الانتقالي الجنوبي بوادي حضرموت لم تعلن عن تاجيل الفعاليه، وتقول ان الفعاليه قائمه. نعم محمد، نعم. اكمل محمد، اذا كانت هناك معلومات اكثر اكمل، نستمع لك. ان الفعاليه قائمه، وبعض الشخصيات المهمه قد وصلت مدينه سيئون وهم في طريقهم الى قاعه الصاله، وقد يكون هناك انصدام في حال ان الحشود الموجوده في سيئون تتجه الى الصاله، وهناك اطقم عسكريه بشكل ومدرعات منتشره، وكثير من الجنود يحاولون ايقاف اي دخول او اي وصول للجماهير الى داخل الصاله، وهو متوقع ان يكون الحفل الساعه السابعة. طيب محمد باحفين مراسل الغد المشرق، كنت معنا عبر الهاتف من سيئون، شكرا جزيلا لك.
افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني في مدينة المكلا معرض الصور الخاص بمساهمات دولة الإمارات تزامنا مع احتفالها بعيد الاتحاد، ويتضمن المعرض صورا لقادة دولة الإمارات ونبذة عن المساهمات الإماراتية في المجالات العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية والإنسانية والإغاثية بحضرموت، إلى جانب النهضة التنموية التي شهدتها دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة. قدمت الإمارات يد العون لليمن خلال كل مراحل الأزمة ولا تزال، وشهد هذا الدعم تطورا كبيرا في مجال البناء والتعمير، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والأمن. في هذا الشارع أو ذاك، وفي هذه القرية أو تلك، بل في هذه المدينة وشقيقتها الأخرى من اليمن، تستوقفك لحظات العبور حين تختلس من هامش الفضول لحظة تأمل لترى بصمات الشقيق الإماراتي تخالط زركشات الحضارة اليمنية. وهنا تعود بك الذاكرة إلى العهد القريب حتى لا تسرقك يد التاريخ الغابر. ففي العام 15 بعد 2000 تحديدا دخل التيار القادم من كهوف الحوثيين تعززه سحب الركام الإخواني أجواء عروس الجنوب عدن على طريقة المغول، واستعصى على الأحرار من أبناء الجنوب تحريرها، فعامل المباغتة وقوة الدعم الخارجي كانت أكبر من مقاومتها. استنجدت عدن بأشقائها، وكان الشقيق الإماراتي جاهزا لتلبية النداء، وهو يدرك جيدا حجم الخسائر المادية والبشرية، ناهيك عن مآلات الحرب ونفسها الطويل، فأعلن حملته الدفاعية والتعميرية والخيرية، فكان بندقية وسنبلة ولبنة. نعم، بندقية يحملها جندي لا يرى بين الأرض والأرض فارقا كبيرا، بل يكاد يشم من أديمها تاريخا وحضارة وعقيدة يشترك فيها مع اليمني بالتساوي في الولاء والانتماء، ولذا لم يكن يمانع في أن يرويها بدماء شهدائه، وهو ما جسدته البطولات الإماراتية في مختلف المعارك وأيام النزال. وسنبلة تؤتي أكلها بإذن ربها كل حين، تمنح الطحين للجائعين ممن سلبتهم الحرب الأرض والعرض، أو تأوي نازحين كوتهم ذات الحرب بنيرانها وظلمها في جزء آخر من اليمن المنكوب. ولبنة تعيد إعمار كل جدار سقط أو أراد أن ينقض، وتأخذ موقعها في جدران المدارس والمستشفيات وأرصفة الطرق ومنازل الإيواء وأجنحة الجسور وأسوار الثكنات. تلك هي الإمارات العربية المتحدة، كانت دائما سندا للشقيق حين ينوبه ريب الزمان وتقلبات الحياة، فتجدها تدافع وتعمر وتطعم. هذا وتعد دولة الإمارات من الدول السباقة في مجال التنمية في اليمن، واستحوذت على النصيب الأوفر من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. لطالما ارتبط اسم دولة الإمارات بالعطاء عبر إطلاق حملات إغاثية تساهم فيها الجهات المعنية بالعمل الإنساني، إضافة إلى العديد من الحملات الإغاثية التي يفتح فيها الباب للمشاركة من قبل شعب دولة الإمارات، والتي تتوزع على مختلف قارات العالم مستهدفة الدول الأشد احتياجاً، وعلى رأسها اليمن التي تصدرت واستحوذت على النصيب الأوفر من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات. الاستجابة الإماراتية للأزمة اليمنية المقدمة لليمن منذ عام 2015 ولغاية 2021 أتت على الشكل الآتي: أكثر من 10 مليارات درهم مساعدات لدعم البرامج العامة، وأكثر من 4 مليارات درهم المساعدات السلعية، وأكثر من 2 مليار درهم مساعدات لقطاع الصحة، وأكثر من 1 مليار درهم مساعدات لقطاع توليد الطاقة وإمداداتها، وأكثر من 780 مليون درهم مساعدات الحكومة والمجتمع المدني، و670 مليون درهم مساعدات قطاع النقل والتخزين، و600 مليون درهم مساعدات الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى 980 مليون درهم مساعدات في مجالات متعددة، لتغطي بذلك التنمية الإنسانية نسبة تجاوزت 60%. وشهدت الفترة منذ عام 2015 وحتى 2021 تعاوناً وشراكة إماراتية مع المنظمات الأممية والإنسانية العالمية
لضمان توحيد الجهود وتأمين الوصول إلى الشرائح والمحافظات اليمنية كافة. وقد بلغت المساعدات الإماراتية المقدمة إلى اليمن خلال تلك الفترة أكثر من مليار دولار أمريكي. وفي إطار الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي لفيروس كوفيد 19، قامت دولة الإمارات بإرسال 6 طائرات مساعدات إلى اليمن تحمل أكثر من مليار طن من الإمدادات الطبية، تشمل 65 جهاز تنفس و100 ألف جهاز فحص، ليستفيد منها 122 ألفا من الكوادر الطبية العاملة في الصفوف الأمامية، علاوة على توفير 60 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كوفيد 19. وقدمت دولة الإمارات في عام 2021 مبلغا وقدره 230 مليون دولار أمريكي كتمويل للبرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي عبر الأمم المتحدة، والذي سيساهم في سد الاحتياجات الغذائية لست ملايين يمني منهم مليون طفل، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في بعض المناطق اليمنية. مات الدعم الإماراتي السخي ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني في كل الأزمات والشدائد مثالا يحتذى به، حيث قدمت القيادة الإماراتية نموذجا منقطع النظير في نصرة اليمنيين سلما وحربا وتنمية ودعما وإنسانيا. احتفل أبناء وادي حضرموت بالذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني المجيد 30 من نوفمبر عن مشاركة الأشقاء الإماراتيين احتفالاتهم بالذكرى 51 بيومهم الوطني. لا تؤذونهم في عشقهم ولا تلومونهم في حبهم، هو وطن وهي الخير، إنه حب الأوطان ليس له سلطان، إنها قوة الارتباط وصدق الانتماء يا سادة. الأهالي في سيئون يحتفلون بالذكرى 55 من عيد استقلال الجنوب المجيد وباليوم الوطني الإماراتي عيد الاتحاد، وحولهم منطقة أولى مغتاظة. ونهني برضو دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد 51 لليوم الوطني لهم، ونشكرهم على كل ما يقومون به من دعم وأسناد لليمن والجنوب بصورة خاصة. نهني الإمارات العربية المتحدة بالاثنين ديسمبر العيد الوطني الإماراتي، ونشاركهم الفرحة الكبرى، ونشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد على العيد الوطني من خالص الشكر من أبناء حضرموت. الإمارات في عيدها 51 هي القمة التي حظي بها أبناء الجنوب وما دونها حضيض. شعبي الجنوب والإمارات كالمعصم والساعد يتشاركان الدم قبل الأفراح. وتستمر الاحتفالات بتنوع الفعاليات، فعاليات عصر ومساء هذا اليوم تلخص عمق حب المواطن الحضرمي لموطنه واعتزازه وفخره بأشقائه أهل الكرم والخير. وحتى المساء الشعب الثائر يواصل الفرح بإطلاق الألعاب النارية ويجوب الشوارع بالدراجات، وهو يردد كل الوفاء والوفاء للإمارات. وفي العلا والمجد تحيا يا جنوب. اليوم خرجنا في مسيرة سلمية بمناسبة ذكرى 30 من نوفمبر واليوم الإماراتي. اليوم خرجنا بمسيرة حاشدة بعيد 30 نوفمبر، وإن شاء الله بالأيام القادمة نريد تحرير الوادي من المنطقة الأولى، ونشكر لأخوة الإمارات على دعمهم. يومان من الابتهاج يسهر فيهما المدح والثناء، كل شاعر ينسج بيت القصيد كمرآة تعكس مشاعر الهيام التي فاضت بالحاضرين لبلدين امتزجا بعمق الجذور وصون الدم والعطاء. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. أقامت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في شبوة حفلا خطابيا وفنيا كبيرا في المركز الثقافي للمحافظة بمناسبة الذكرى 55 للاستقلال الوطني وذكرى يوم الشهيد واليوم الوطني الإماراتي.
النشيد الوطني الجنوبي كان فاتحة هذا الحفل الخطابي والفني الحاشد الذي أقامته القيادات الانتقالية بمحافظة شبوة احتفاء بالذكرى 55 للاستقلال الوطني، مزدوجا ومتزامنا مع ذكرى الشهيد الإماراتي واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. في هذه الذكرى المجيدة إنما تأتي اليوم ونحن نشهد ونعيش يقظة شعبية ومستوى وعي وإدراك مجتمعي عال بأبعاد المرحلة وتعقيداتها وحجم ما يعاني شعبنا من مصاعب وأزمات وتهديدات ويواجه من مخاطر ومؤامرات. رأينا كثير من الأحداث والتحديات، ولكن الحمد لله قطعنا شوط كبير خصوصا بعد تحرير محافظة شبوة من العصابات المتمردة الأخوانية، وأصبحت اليوم شبوة في حضن الوطن الجنوبي. نتمنى أن تكون الأعياد والمناسبات الجنوبية القادمة والشعب الجنوبي يحظى ويزخر بالكثير من الوضع الأمني والمعيشي. رمزية هذا الاحتفال تكمن في عودة القوى الوطنية الجنوبية في شبوة لممارسة أنشطتها في عاصمة المحافظة. بعد 3 سنوات عجاف مرت على المحافظة عانت من بطش وعنقهية سلطة الإخوان السابقة، فيما أكدت قيادة انتقال شبوة على وقوف قيادة المجلس مع السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ محافظ المحافظة الشيخ عوض بن الوزير. سعدنا اليوم أن نكون حاضرين في الاحتفال للذكرى 55 لثورة 30 من نوفمبر عام 1967. هذه الثورة الخالدة التي ناضل من أجلها أجدادنا وأهلنا على احتلال يعني دام 129 عام، ولكن بتضافرهم وتلاحمهم وقوة بأسهم يعني استطاعوا أن يحققوا الاستقلال. اليوم نحتفل به ونستطلع إلى ذكرى أخرى للاستقلال ثاني إن شاء الله. قمنا اليوم طبعا بعدة فقرات ثقافية وفنية، منها مجموعة من الأغاني الوطنية والتي تحث الشعب الجنوبي على الاستمرار والمضي في النضال حتى تحقيق الاستقلال. فرحة كبيرة غطت أجواء الاحتفال، رافقتها أجواء التراث الشبواني من الغناء والأنشودة الوطنية والرقص الشعبي، أثارت إعجاب وتفاعل هذا الجمهور الكبير. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة. أقامت الجالية الجنوبية في مدينة شيكاغو الأمريكية حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى 55 ليوم الاستقلال الوطني 30 من نوفمبر. وأكد عضو لجنة الحوار الوطني الجنوبي الخضر السليماني على سير نهج المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه الهدف المنشود وهو الاستقلال الثاني باستعارة الدولة الجنوبية من المهرة إلى باب المندب، وتخلل الحفل بعض الرقصات التراثية وإلقاء العديد من القصائد الشعرية. النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. شركة اليمنية تعلن بدء سريان تخفيض أسعار تذاكر الطيران. أكد وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس على أهمية تركيز الدعم الأممي المقدم لعدن على المشروعات المستدامة ومواكبته للمتغيرات بما يلبي احتياجاتها الخدمية والتنموية. جاء ذلك خلال لقائه مستشار المنسق المقيم للأمم المتحدة لشؤون التنمية والاقتصاد كريس جونسون، حيث اتفق الجانبان على أهمية استمرارية التنسيق والعمل الجماعي وحشد الدعم وحسن استغلاله لخدمة عدن تنمويا. ناقش اجتماع وزاري في عدن سبل وضع آليات العمل المشتركة لتنظيم حركة النقل البري الثقيل في ميناء عدن. وجاء وزير النقل ومحافظ عدن بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة تنظيم شؤون النقل البري والشؤون الاجتماعية والقانونية والاتحادات والنقابات العمالية لوضع آلية مناسبة لمعالجة مختلف التحديات التي تواجهها الأطراف المعنية بحركة النقل في الميناء.
ناقش محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير مع قيادة المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين عددا من القضايا المتعلقة بعمل ونشاط المعهد. وأشار ابن الوزير إلى أهمية المعهد وضرورة دعمه ليتمكن من القيام بدوره المنشود في رفع كفاءات ومهارات المعلمين الذين لم يتمكنوا خلال الفترات السابقة من الحصول على فرصة التأهل العلمي المناسب لهم. أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية بدء سريان قرار تخفيض سعر تذاكر السفر بنسبة 20% في محطة عدن كمرحلة أولى. أوضح نائب مدير عام الشركة لشؤون التجارية محسن حيدرة أن قيمة التذكرة تشمل ضرائب تصل إلى 25% من قيمة التذكرة، منها حكومية ورسوم مطارات داخلية وخارجية، وقد يتم تغييرها أو زيادتها في أي وقت من قبل الجهات المختصة وهي خارج اختصاص الشركة. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. دولة الإمارات الشقيقة تحتفل بذكرى يومها الوطني 51. الدعم الإماراتي لليمن قطار خير لا يعرف التوقف. وأبناء وادي حضرموت وشبوة يحتفلون بعيد الاستقلال المجيد واليوم الوطني الإماراتي. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار تابعوا منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.